الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المشايخ الفضلاء والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونقول لأخينا العريس عثمان: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. ونشكر للأسرة الكريمة، أسرة آل الشين، على هذه الاستضافة الكريمة، على هذا الترحاب، الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل دارهم، وكانوا هم السند بعد الله سبحانه وتعالى، يتقبلون هذه الدعوة ويفتحون ديارهم لدعاة التوحيد، فجزاهم الله أفضل الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن توحيده، قال: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا الزواج من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: من الأدلة على أن الله يستحق العبادة، وعلى أنه المتفرد بالعبادة، وعلى أنه المستحق للتوحيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال الله سبحانه وتعالى: من أنفسكم. قال العلامة ابن كثير: فلو جعل الله سبحانه وتعالى للرجل الزوجة من غير جنسه من الحيوان أو من الجان لما حصل السكن، يسكن إليها، يطمئن إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة هي المحبة، والرحمة هي الرأفة. قال ابن كثير: لأن الرجل يمسك أهله إما لمحبته لهم أو لرأفته بهم أو للأمرين جميعا، وهذا من آيات الله. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ناس بيتدبروا القرآن ويعملوا بالقرآن ويستدلوا بهذا التذكير الموجود في القرآن على أن الله يستحق العبادة. عشان كده الآية القبلية ربنا قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي آدم عليه السلام، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتتواصل هذه الآيات: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسنة اللغات، والألوان ابن كثير قال الأشكال. قال: من الله خلق آدم إلى يوم البعث البني آدم عنده عيون اثنين وضنين اثنين، وعنده أنف واحدة، وعنده فم، ومع ذلك هذا لا يشبه هذا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كويس. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأمر بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني ربنا قال لك من الآيات إنه في السماء وفي الأرض كلهم طائعين وقانتين لله سبحانه وتعالى.
إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: من الذين تتخذونهم مملوكين وخدم هل يشاركونكم في الأموال، تخافون منهم أن يشاركوكم في الأموال أو أن يشاركوكم في الأولاد أو أن يشاركوكم في نعيم من نعيم الدنيا، وهل ترضون بذلك؟ فكيف يرضى العباد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ شرك لو قرون وهو أخذ لحق الله جل وعلا للعباد. ناس تلقاهم مارقين من الضحية، ومن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام التي هي كلها مليئة بالتوحيد، والذي عاش على هذه الدعوة، دعوة التوحيد، إبراهيم عليه السلام ويضحي مع المسلمين، ثم هو ينقض هذه العبادة التي بناها وهذا الدين الذي بناه، ينقضه بالأفعال الشركية كالذبح لغير الله والطواف بالقبور ودعاء الأموات، زي ما بتسمع الليلة موجود عندنا في السودان، يقول لك يا منادي لسيدي الحسن جبل التاك المؤتمن، ده ضحية، الضحية بتاعته دي ضحية ذاته ما مفروض تتأكل ذاته، لأنه ربنا قال: فصلي لربك وانحر. زول تلقاه بيمشي البيت يحج لبيت الله ويدفع الأموال العظيمة، تلقاه ينادي في الفكي بتاعته: يا ستي مريم، يا زول ستي مريم عندها حجر في الكعبة دي؟ انت بتنادي ساي انت؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له: دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال المبين. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. الليلة في السودان كم مخلوق مسكين بيأكل ويشرب ويخش الحمام وديه ملاريا فهمت ويضرب السقط، كم مخلوق قاعدين يدعو ويندهو من دون الله سبحانه وتعالى. ها انت ما شفت اسماعيل الولي بتاع لبيض بتاع القبة؟ ها البور عمال السودان قصايد، يقول لك تناديه في الشدائد وتنده، ولو إذا جات مصيبة كبيرة في البلد تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا فرج الكرب عنك إذا دعيت هذا الرجل المسمى بإسماعيل الولي. ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين للعباد إنه المخاليق ديل ضعيفين، جات الموية رمت القبة بتاعته ذاته، هو قال لك لما تجي مصيبة أدعو إسماعيل الولي. إسماعيل الولي معلومه ما أغنى عن نفسه شيئا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يا أخي ناس حصلوا مراحل بعيدة، تمسك الكتب بتاعت الطرق دي بتحيرك. كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، شرح الراتب الكبير المسمى بالأنوار المتراكمة بتاع الطريقة الختمية، الشيخ بيمدح في نفسه قال: يا معشر الخلق
من جن ومن بشر، هل تنكروا قدرنا أم تجحدوا فضلنا؟ نحن الملوك وجميع الملك أجمعه، أعلاه أسفله في طي قبضتنا. نار الخليل طفت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، إلى أن يقول نحن المراغنة الأخيار دم، الختم منا وغوث الكون خادمنا. يا زول ديل ما عندهم أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وربنا قال لك ديل ما عندهم حاجة. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك، مش أعلاه وأسفله في يد في يد الختمية. ربنا قال ذلكم بأن ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، ما يملكون من قطمير. ربنا قال لك القشرة الفيجن البلحة الشيخ ما عنده، خليك من الكون كله. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عشان كده دائما ناس الخير وناس التوحيد البنيان بتاعهم بانن على تقوى من الله ورضوان، ما بانن على مثل بيت العنكبوت، كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الزول البيت بيكون ملان قصايد وملان شركيات، وبيمشي للفكي ودائر الفكي يدي والولد والفكي يبارك له في العرس بتاعه، هذا أوهى من بيت العنكبوت. والذي يبني بيته على التوحيد وعلى تقوى من الله هذا بيت البركة، وهذا بيت المحبة، وهذا بيت الإلفة، وهذا البيت الذي يرفع الله سبحانه وتعالى أصحابه. في سؤال واحد إن شاء الله ما نطول به على الناس، يقول حكم ترك الصلاة بدون سبب. ترك الصلاة يا أخواننا فوق أنه كبيرة من الكبائر فهو كفر بالله، والكفر ده يا أخواننا أبوابه كثيرة. ممكن زول يشرك بالله يبقى كافر، زول يسب الدين يبقى كافر، زول استهزى بشيء من الإسلام يبقى كافر. كذلك من الكفر ترك الصلاة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني زول ما بيصلي ده ما أخونا في الدين. عشان كده شقيق ابن عبد الله وهو من التابعين قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. زول خلى الصلاة ده كافر طوالي، ما صلى لله سبحانه وتعالى، ولو قال أنا كسلان وتعبان ده كافر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الواجب على الإنسان أن يفهم، زي ما إنه الشرك بيمرقك بر الدين كذلك ترك الصلاة بيمرقك بر الدين. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا شنو؟ كسالى. هذه صفة المنافق أنه لا يهتم بالصلاة، بل أنه يقوم إليها وهو متكاسل غير راغب بما فيها من الأجر. ربنا سبحانه وتعالى وصى بالصلاة الأنبياء والمرسلين، ودعا الأنبياء والمرسلون أن يجعلهم الله مقيمين للصلاة، كما دعا إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، عرفتها. وربنا قال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
وكذلك يعذب الإنسان في قبره ويوم القيامة إذا ترك الصلاة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآيات: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. دي أول حاجة، أدخلكم سقر شنو؟ إنهم ما بيصلوا. ولذلك يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة شنو؟ الصلاة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: مش تصلي، زول بيصلي ممكن يكون بيصلي لكن في البيت، قال الما بيصلي في الجماعة ده واقع في كبيرة عجيبة، هو بيصلي ومحافظ على الصلاة في الوقت لكن ما بيصلي في الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن للناس، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، وأنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأشعل على قوم أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. فدي برضو يا أخواننا من الأمور المهمة، الإنسان ما يتهاون في الصلاة ولا يترك الصلاة لأحد من الناس. في النهاية الصلاة يا أخواننا هي دقائق معدودة، الفرائض دي دقائق معدودة، زول بيضيعها لمسلسل، زول بيضيعها لحفلة، زول بيضيعها لقعدة ونسة فارغة ساكت، زول بيضيعها لمشاوير ما عندها راس ولا قعر. ده كل يا أخواننا من الحرام، وتوقعك في الخروج والمروق من الدين. مهما كان عندك شيء ومهما كان عندك انشغال صلي أولا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فيحافظ الإنسان على هذه الصلاة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم. سؤال مهم: الصلاة ورا الصوفية. الصوفية نوعين، زول عنده عقائد شركية وكفرية، بنادي الميتين، معلق حجاب، بيقول الولي بيعلم الغيب، الولي بيمرق من القبر، رفته بيطوف بالقبور إلى آخر من العقائد الشركية، فهذا الصلاة خلفه لا تجوز. الصلاة خلفه ما بتجوز، لأنه لا تصح الصلاة خلف إلا خلف المسلم. أما إذا كان هذا الصوفي مجرد انتساب ويقع في بعض البدع العملية التي لا تخرج الإنسان بر الدين، يعني بشيل الفاتحة دي بدعة ومحرمة كبيرة من الكبائر، بيقنط في الصلاة محرم، بشايل له سبحة عرفتها، بيمشي يأكل الفتة ويمشي الحولية ويذكر الله سبحانه وتعالى بالبدع، هذا محرم وباطل. لكن ما دام ما شرك، الإنسان إذا صلى خلفه إذا لم يجد إماما عقيدته صحيحة وهو على السنة، فنقول أن صلاته صحيحة. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيهما من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لهما في أرزاقهما، وأن يجعل رزقهما دارا، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونأسف يا أخواننا على التأخير وأننا حبسنا الناس.